السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا جيت نهضر معكم عليه على زيت الكوك. زيت الكوك من اوليفلام، زيت 100% زيت الكوك، يعني ما مخلط حتى بشي حاجه، طبيعي 100%. في هذا الزيت هذا في البرد راه كيجمد كيولي عجين، يعني شحال من مره كنبيعو للكليانه ديالي كنبيعوا لها بحال هكا، كتشويه كتصل بيا كتقول لي هاد الزيت هذا راه جمد ليا وما فهمتوش وشنو هاد الشيء وهذا، يعني راه تنقول لها راه هذا الزيت 100% طبيعي، يعني في البرد كيجمد وفي الصيف كيولي سائل، وفي البرد باش انه نردوه سائل كنسخنوا الماء، كنسخنوا الماء شويه مزيان وكنحطوا في وسطو القرعه، صافي كيذوب كيولي زيت كنستعملوه في ديك اللحظه فاش كنكونوا بغينا نستعملوه، صافي كنطرفوا الزيت ديالنا حتى كنكونوا عاوتاني باغيين نستعملوه كنديروه بنفس الطريقه. وفي الصيف راه تيكون الزيت عادي جدا، ما في حتى شي مشكل. المهم هذا الزيت هذا كيف ما قلت لكم 100% طبيعي، كيلاق الشعر، صافي الزيت ديال الشعر صافي، يعني ما نقدروش ان نستعملوه في شي حوايج اخرين، زيت الشعر. طريقة الاستعمال ديالو سهلة، كنديرو الزيت ديالنا، كنديرو واحد الكمية مزيانة، كنديروها في شعرنا، كندلكو شعرنا مزيان من فروات الرأس وأيضا الجذور، يعني كندلكو من الفوق حتى لتحت، وفروات الرأس كندلكوها مزيان، كندلكوها مزيان، وكنشدو واحد الفوطة كتكون نديروها في واحد الماء اللي هو سخون، سخون مزيان، وكنعصروها مزيان ديك الفوطه ما تبقى فيها حتى نقطه الماء، نعصروها يعني كتبقى غير سخونه، كندورو نلويو بها شعرنا مزيان، وكنخليو هذا الزيت هذا لواحد المده ديال 4 سوايع او 5 او اكثر، يعني نقدروا نباتوا به، من الاحسن نباتوا به، لكانت الامكانيه ان نباتوا به نباتوا به، كنباتوا بهذا الزيت هذا صافي لمده، يعني كيف ما قلت لكم المده ديال السوايع اولا ديال البياته، صافي سالينا من يعني اما السوايع ولا البياته، صافي كنغسلوا شعرنا مزيان، كننظفوا شعرنا مزيان صافي، يعني كنحيدوا الزيت كنغسلوا شعرنا مزيان صافي. هانتي عالجتي شعرك، تتخلصي من التساقط ديال الشعر، كيكتف شعر تبارك الله، راه تيرد الشعر كثير، كيطول الشعر وكيعالج بزاف المشاكل في الشعر، يعني انت بهذا الزيت هذا كتغدي شعرك مزيان صافي، كيف ما قلت لك كتغدي شعرك مزيان، ولكن ما كديريش من بعد الحمام، يعني هذا الزيت هذا راه كيدار قبل الحمام، هو حمام زيت، يعني ما يمكنش لك تغسلي شعرك وتقاديه وتعاقبي تدهني به، لا غدهني بزيت اخر عندك، وانا مازال غادي نهضر لك باقي زيت في اوريفلام حتى هو زوين، وباقي شحال من زيت كيدار من مورا الغسيل، وهذا راه كيدار قبل الغسيل. استعملي سيداتي، استعمليه وغادي يعجبك وغادي تداوميه وغادي يعني يبقى عندك ديما، ما عمرك ما غتفرقي معاه، استعمليه راه زوين وكيحسن يعني من الشعر مزيان، وهو راه الثمن ديالو ما تيكونش غالي بزاف، يعني هو الثمن ديالو كيدير 60 درهم، ولكن راه كيتسولدا 29 درهم، 35 درهم، يعني ديما كيتشرى في السولد. كيف ما قلت لكم اوريفلام باش زوينه انها ديما كدير سولد، يعني حتى اللي ما قدرش ياخذ السلعه في الوقت اللي ما كتكونش مسولديه كياخذها في السولد. وإلا تسجلتي سيداتي في اوريفلام وكنتي مسجله فيها راه كتاخذي ديما هاد الاثمنه، كنقول لكم ناقص 30%، ديما كتاخذي اي ثمن سواء كبير ولا صغير راه كتاخذيه ملي كتكوني مسجله ناقص 30%. ولهذا سيداتي غادي نعاود نقول لك مرحبا بك عندي، تسجلي معايا وتكوني من الفريق ديالي ونكبروا جميع، والله يسهل على الجميع، وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى في فيديو اخر. ما تبخلوش عليا بالاعجاب وما تبخلوش عليا بالبارطاج، يعني تنشروها وتصيفطوا للصحاب ديالكم القناه ديالي، وشكرا لكم بزاف، واللي باقي ما تابوناش عندي يتابونا، وبسلام عليكم وإلى اللقاء في وصفة ثانية إن شاء الله.